لتنظيم الأمراض هنا أو فين؟ البيت. أو في البيت، تمام؟ عشان الحاجة دي إحنا ملاحظينها. مرحبا يا أطفال، كيف حالكم؟ هل تحبون أن تكون في معرفة ما تعيشين مع طيبة وطيبة اليوم؟ لهذا دعونا نذهب بسرعة ونشاهد ماذا يحدث معهم اليوم هنا. هنبدأ دلوقتي المرحلة دي الحتة دي كمان. هل كلنا فعلا بننظم أمراض وال طب بصوا بصوا شايفين ازاي النادي ده عاملة ازاي؟ الوعاء عاملة ازاي؟ مش ده أغراض بنستعملها برضه؟ يعني احنا برضه مش كلنا بنرتب أغراض، وممكن يكون بنرتب أغراض هنا بس نيجي في البيت كده ونرميها كده. طب انت ليه ايه السبب اللي بيخليك ان انت ما ترتبش أغراض؟ ايه السبب؟ قول يا رب. انا مكسله اصلا. مكسله قوي؟ طيب يعني اول سبب انت قرب معانا انا ببقى مكسله. طيب جميل جدا. قولي يا نانا اتفضلي. يعني زي بس مكسله برضه؟ تمام بتاكل على نفس الحاجه يبقى مكسله. ما بحبش اعمل كده. ما بتحبيش تعملي كده؟ لا. طيب ماشي. لا قولي. قولي يا رب. ماما اللي بتعملهم؟ ماما اللي بتعمله تمام. ممكن ما يكونش عندنا وقت. طيب. ما يكونش في وقت انت تعملي كده، ما تستعجلي، صح؟ تيجي بسرعة. طيب، شكرا. حاول بقى احنا نعمل كده. يلا بقى. النحلة مش بتعرف تلاقي. يعني ممكن من ماما وبابا مش ازاي ترتب الحاجة كويس. اه تمام، ماشي. مكسلة برضه أكيد على كلام لنا وأروى أنا لما أكون مكسلة، وده إحنا متفقين في الحتة دي أوي. جميل يعني كله بيشارك كله بيشارك، اتفضل. إخواتي مش راضيين معايا، بعض الأيام الواحد بيبقى عندي لعب كتير. إخواتك مش راضيين، تمام، جميل أوي. طيب هننتقل للمرحلة اللي انت ممكن انت تلاقي لها حل والعكس. ايه رايكم نحل المشكله دي اغراضنا؟ ايه رايكم؟ نحل مع بعض؟ ماشي. ماشي. اول حاجه عندنا حاجه كتير مشتركين فيها بين احنا عندنا كسل. الاساس ايه اصلا؟ يعني اللي هو الكسل. ها؟ ممكن ان احنا نعمل منبه ان احنا ننام بدري فبنصحى نصحى على صوت المنبه ونلاقيها حاجه عادي. اه تمام. يعني دلوقتي بتتكلم في تنظيم دلوقتي بتنظم فيها وقتك اللي يساعدك على تنظيمها. ماشي. اتفضلي. يا هو انا. يعني تعمل كأن انت بتعمل لعبه كده، تعمل كأنها قصه ولعبه.
هيا بنا نرتب أغراضنا. هيا حلوة أوي على فكرة، فكرة جميلة أوي. يعني أنت ممكن تسألني نفسك أو أنت وأخوك تعملوا مع بعض كأنها قصة حلوة أوي. بس الفكرة دي أيوة اتفضل. حلو قوي الاستغفار، عشان ممكن الشيطان ده هو اللي يخليك تكسل وكسول وكده. حلو قوي. ايه تاني يا سلطان؟ ممكن نريح ناخد بريك كده في النص نريح. حلو. اتفضلي يا ساشا. ساشا تنظمي وقتك. جميل جميل. وقدامي كلام تنظيم الوقت اللي هنا اللي قاله لا ممتاز قوي. شكرا. في حاجه ثانيه لازم تفهمها؟ ان انا لو عندي تاجيل اقدمه. تاجيل؟ تمام. ولو اقدر ادرب نفسك في البيت. ماشي. تقدر تدرب نفسك في البيت؟ تقدري فعلا؟ طيب خلاص لو تقدري ماشي مفيش مشكله. بس تكون متابعة فعلا الفيديوز ده وكده وتكون تدربي صح. ممتاز. جدا جدا ويا رب تكونوا دايما كده بآرائكم الجميلة.